يعني شكرا أعتقد بأن للتصحيح. هذه العملية العسكرية التي بدأتها تركيا كانت تنادي بها من سابقا، وكانت دائما تهدد لاجتياح الشريط الحدودي والأراضي السورية، ولكن تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية وقامت بالاتفاق الذي أسماه الآلية الأمنية لحماية حفظ الحدود الشمالية مع تركيا. ونحن كمجلس سوريا الديمقراطية وقوات قصدي تقبلت هذه الاتفاقية لتجنب ويلات حروب أخرى في المنطقة. يعني الاتفاقية تم الاتفاق عليها بين تركيا وبين الولايات المتحدة الأمريكية مع قصدي هي عبارة عن اتفاقية سحب قوات الكردية من الحدود، وتم سحبها، سحب قوات الآليات الأسلحة الثقيلة من الحدود وقد تم سحبها، ردم كثير من الخنادق اللي كانت متواجدة عليها كمان تم ردمها. كل ذلك استجابة من قصدي، وذلك لتجنب الوقوع في حروب كما الآن حدث. ولكن يبدو أن تركيا لم تكتفي بهذا، وأنها لم تكن راضية واستمرت بالتصعيد وفي التهديد والوعيد إلى أن نفذت ما قامت به الآن من قصف جوي وقصف مدفعي على كامل الشريط الحدودي. يعني هناك قصف للمدنيين في منطقة رأس العين، في منطقة تل أبيض، في منطقة ديريك، في مناطق شرق مدينة القامشلي، هناك مدنيين فقدوا أرواحهم في مناطق رأس العين. يعني القصف الآن قصف شديد من نواحي القوات التركية جوا وأيضا بالمدفعية. هذا ما يحدث الآن. نحن تدخلنا عدة مرات وطلبنا أن نوقف هذه الحرب قبل أن تحدث، يعني كان لنا طلبات من ذلك وكنا منفتحين للحوار حتى مباشر مع تركيا، ولكن يبدو بأن حكومة العدالة والتنمية هي لا تعرف إلا لغة الحرب، مع أن الاسم الذي أسمت به العملية هو ينابيع السلام، ولكن لا أدري من أين جاءت هذه التسمية. لا نعرف إن الحرب هي ستكون سلاما على المنطقة، لن يكون هناك ينابيع السلام ولن يكون سلاما طيب. في هذه المرحلة التي وهذه الخطوة التي اتخذتها طيب تركيا. سيدة سينم، هنا طبعا نتحدث قوات عن قصدي مساحة القصف. سترد.